السلام عليكم ومرحبا بكم مع سمية من قناة وصفات إيطاليا. اليوم إن شاء الله نحضر معكم واحد التحلية سريعة بالتفاح اللي كتجي رائعة ولذيذة. أول حاجة غادي نحتاجو 3 ديال التفاحات اللي غادي نغسلوهم ونقيوهم ونقطعوهم كما كتشوفوا على 4. كنضيفو ليهم غير كنغطيوهم بالحليب، يعني ما كنكثروش بزاف الحليب. تقريبا درت واحد 300 مليلتر ديال الحليب، كنديرهم في الطحانة مولينيكس أو لا أي طحانة متوفرة، كنطحنوهم مزيان، كنطحنو حتى كنحصلو على سائل، يعني كتطحن مزيان داك التفاح تيتمزج مع الحليب. ومن بعد ملي كنطحنوه كناخدوه وتنضيفو ليه واحد شويه ديال الفاني. انا درت غير شويه، ما كثرتش حيت ما تيعجبنيش مذاقو، اولا قشره الحامض اي مذاق تيعجبكم. درت غير شويه فقط من هاد الخنيشه، ما درتهاش كامله. شويه ديال الفاني مع جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال النشا. وكنصفيو هاد الخليط هذا بواحد الصفايه في واحد الكاسرونه كبيره اولا مقله اولا طنجره صغيره اولا اللي متوفره عندنا. المهم اي حاجه ممكن نديروها على النار، كنبقاو نصفيوه باش ما يتبرققش لينا اولا يكون فيه يعني شي حاجه هكا حيت درنا فيه النشا. المهم حتى كنصفيوه كامل، كنصفيو الكميه كامله، كندوزوها من الصفايه في واحد كما قلنا في على شي طنجره ولا على شي كاسرونه كبيره. من بعد كنشعلوا العافيه وكتكون متوسطه العافيه، وكنبقاو تنحركوا فوق النار، تنحركوا مزيان مزيان مع التحريك يعني باش ما يتحرقش لينا داك الشيء اولا يلصق في القاع ديال الطنجره. من بعد ملي كيعقد واحد شويه راه غادي نحسوا به بدا كيعقد، صافي كنطفيو عليه العافيه وكنبقاو كنحركوا فيه شويه مازال فوق العافيه، كنحطوه كيبرد واحد شويه جانبا، ومن بعد غادي ندوزو باش نكملو الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا معايا كنخليوه فوق النار حتى كيولي بهذا الشكل هذا كيعقد، كنحسوا به بدا كيختار وبدا كيتقال، كنطفيو عليه وكنخليوه يبرد واحد شويه كما قلنا. من بعد كنبداو كنفرغوه في كؤوس ديال التقديم اولا زليفات صغار ديال الزاج اولا اي حاجه متوفره عندنا كنكبوه فيها، المهم على حسب الذوق. وصافي ملي كنفرغوا ديك الكميه، انا الكميه ديال 3 ديال التفاحات مع تقريبا 300 مليلتر ديال الحليب، درت لي كمية تقريبا ديال 4 ديال الكؤوس. هنا باقي عندي لاصق في الطنجرة، غادي نحاول نحيدو، نستعن بواحد المعلقة باش نحيدو. صافي كما كتشوفوا معايا يعني كمية ديال 3 ديال المعالق مع 300 مليلتر ديال 3 ديال حبات ديال التفاح، درت ليا هاد الكمية هادي. كنخليوه كيبرد في التلاجة تقريبا واحد نص ساعة، ولكن ما ندخلوش مباشرة للتلاجة، كنخليوه برا حتى كيبرد عاد كندخلوه للتلاجة، وكمن كنخرجوه كنزينوه بهذا الشكل هذا. درت هنايا الكريم كراميل، كل واحد كيزين بالطريقه اللي كتعجبو، وهذه هي الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. كنجربوه كما كتشوفوا كيجي رائع ولذيذ، والى اللقاء مع فيديو اخر.